السلام عليكم. هذا الفيديو هذا ان شاء الله ساشرح لك كيفيه الدخول في ادوب كيلو او اكس. هذا الادوب الجديد الذي تم نشره في باينانس ساشرح لك الطريقه في كيفيه الدخول اليه وكيف نقوم بالحصول على الارباح. فالطريقه سهله وبسيطه جدا. كل ما عليك فقط ان تذهب الى المحفظه الخاصه بك واللي هي محفظه الويب داتا طبعا على باينانس. بعد ذلك ستحتاج الى ان تقوم بان تتوفر على رصيد في البي ام بي وعلى شبكة الأوبي بي ان بي. كيف ذلك؟ المطلوب أخي منك يعني هو أن توفر في محفظتك الرسمية على رصيد البي ان بي، تمام. بعد ذلك سنقوم بالضغط على ترانسفير في هذا المكان، ثم بعد ذلك سيتم إعطاؤك صفحة على هذا الشكل. هنا ستقوم باختيار يعني الأوبي بي ان بي على هذا الشكل، ليس البي ان بي شان بل الأوبي بي ان بي، ثم سأضغط على ترانسفير، ثم بعد ذلك سيعطيك هذه الواجهة. ستختار هنا المبلغ الذي هو 005، تمام. ثم بعد ذلك سأختار هنا وذر، ثم بعد ذلك يعني سأنتظر إلى أن تفتح معي هذه الصفحة. سأضغط هنا على confirm، تمام إخواني. فهذه أول خطوة ستقوم بعملها. بعد ذلك أخي الكريم ستقوم بالرجوع إلى الوراء بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سنلجأ إلى هذه الصفحة، وهذه المرة سنقوم بتحويل مبلغ الذي هو تقريبا واحد 11 دولار يعني، تمام. سأقوم باختيار هنا اليو اس دي تي لأننا سنشتغل الآن على اليو اس دي تي كما ستشاهد معي هنا، تمام أخي الكريم. ففي الشبكة هنا ستبحث على الشبكة الخاصة بالأوبي بي ام بي، تمام، اللي هي هذه، ثم ستقوم بالضغط على ترانسفير المتواجدة في هذا المكان في المبلغ. هنا سنقوم نحن باختيار مبلغ اللي هو 11 دولار، سيتم اقتطاع منا تقريبا 1.001، تمام. سأضغط هنا على withdraw، ثم هنا سأقوم بعمل confirm، والعملية تمت بالشكل الصحيح وبشكل ناجح. يعني كل ما علي الآن هو أن أضغط على go to web 3 بحيث أنني سأذهب هذه المرة لأقوم بمشاهدة الأدوب الذي سأقوم بالدخول إليه، تمام أخي الكريم. بعد أن تقوم بالدخول والدخول مرة أخرى إلى الويب 3، ستشاهد معي هنا على أنه قد لا يظهر معك في هذا المكان، لكن سأقوم أنا بالضغط على ديسكوفر هنا، ثم سأقوم باختيار هنا كيلو أو إكس كما يظهر معك هنا. بقي له 9 أيام فقط على انتهاء هذا الأدوب. ستشاهد معي الآن أخي الكريم على أنه سيظهر معك صفحة على هذا الشكل. المطلوب منك هنا أن تقوم بإنجاز هذه المهمتين التي تشاهدهما في هذا المكان، لكن قبل ذلك يجب أن تضغط على Join Campaign، يعني سأضغط عليها بهذا الشكل إلى أن يعطيني يعني Start Dimension، تمام؟ لو كنت تريد أن تضغط عليه فضغط عليه، إذا لم تريد فهذا هو خيارك. فهنا سأضغط على Stick Now، ثم بعد ذلك ستفتح معي هذه الصفحة التي ستقوم بمشاهدتها وهي الصفحة الخاصة بهذا الأدوب. فبمجرد ان تفتح معك، اول خطوه سنقوم بعملها هي اننا نربط الباينانس الويب 3 واليت مع هذا المنصه. فالمطلوب منك هنا ان تعمل هنا كونكت، ثم ستختار هنا باينانس ويب 3 على هذا الشكل، وسيتم عمليه الربط كما عودناكم دائما، تمام اخي. فاول خطوه يجب عليك التاكد منها اللي هي انك ستجد هنا في هذه الخاصيه على انك في الاوبي بي ام بي. يجب ان تتاكد من هذا على انك في شبكه الاوبي بي ام بي اللي هي قمنا بعملها من اجل ان قمنا بتحويل الرصيد طبعا. يعني سانزل فقط الى الاسفل الى هنا الى ان اجد خاصيه اليو اس دي تي واللي هي تشاهدها على هذا الشكل. فهذه أول خطوة سنقوم بعملها اللي هي عملية ديبوزيت، بحيث أنني سأعمل ديبوزيت هنا وسأقوم بذلك بكتابة أي مبلغ. يعني المطلوب منا في الأدوب الأول أو في المهمة الأولى أن نقوم بعمل ستيك لأي مبلغ. فأنا هنا سأقوم باختيار مثلا 0.01 على هذا الشكل، ثم بعد ذلك يعني بعد أن تقوم يعني بهذه العملية ستنزل فقط إلى الأسفل هنا وستضغط على خاصية السابميت هنا. ولكن قبل ذلك أخي الكريم يجب عليك أن تقوم بوضع هنا 14 اليوم، يعني هذا 14 اليوم. وللمعلومة أخي الكريم لن تستطيع التحكم في هذا 0.01 إلا بعد انتهاء 14 اليوم. ف يعني أنا بالنسبة لي سأقوم بالضغط على سبميت هنا، ثم بعد ذلك سيعطيني هنا على ان العمليه تمت بنجاح بعد ان اقوم بعمل يعني كونفيرم مع في محفظتي على الويب تي. يعني كما ستشاهد معي هنا ساضغط على ابروف، سيتم اقتطاع مني 0.01 تقريبا،
لا شيء، يعني سيتم قطعه مني، سأقوم بالموافقة وستشاهد معي على أن العملية تمت بنجاح كما ستشاهد معي حاليا. فقط يعني سأنتظر. أوكي، ها هي الآن العملية قد تمت بنجاح. تمام، الآن أعطاني خاصية، أعطاني على أنه ديبوزيت في هذا الوقت، يعني في هذا المكان، أعطاني على أنه بالفعل يعني عمل ديبوزيت. فالخطوة الثانية التي يجب عليك أن تقوم بها هو أن تذهب إلى هذه الخاصية فوق، يعني خاصية الثلاث أشرط المتواجدة هنا، ثم تذهب إلى خاصية الريفل هنا وتقوم بعمل كونكت للوالد الخاصة بك كما ستشاهد معي في هذا المكان. يجب أن تعمل يعني هنا سنين بحيث أنها يقوم. أوكي، سأنتظر يعني إلى أن يتم الربط بهذا الشكل. أوكي، على هذا تمام. يجب أن تقوم بهذه العملية، يجب أنك يعني تقوم بعملها من أجل أنك تكمل المهمة بالشكل الصحيح. فبعد ذلك أخي الكريم ستنزل إلى الأسفل إلى هنا، وستقوم بوضع كود الذي يظهر معك على الشاشة، ستقوم بوضعه هنا وستضغط على كونفيرم من أجل أنك تحصل على 35 من أجل زيادة يعني الأرباح الخاصة بك كوميسيون. تمام أخي الكريم، فهذه أول خطوة ستقوم بعملها في حسابك. الخطوة الثانية وهي أننا سنقوم بعمل كونفيرم لهذا يعني لهذا التاسك الذي سنقوم بعمله. فأنا بالنسبة لي قمت بالانتهاء مثلا من هذا التاسك هذا، سأرجع إلى باينانس ويب تري وإلى هذا، ثم سأضغط هنا على فيريفاي تاسك ستاتي. من المفروض أن يعطيني علامة صح على أنني قمت بالعملية بشكل صحيح، وتشاهد معي بالفعل قمت بها بالعمل الصحيح وأتمت العملية كذلك كما تشاهد معي في الصورة. الخطوة الثانية أخي الكريم هو أنك ستنزل إلى هنا وستقوم بتخطي هذا التاسك اللي هو المهمة الثانية. كيف يمكن لك تخطيها؟ فيجب عليك هنا أن تقوم بعمل تداول، وسنشرح لك كيف ذلك. يعني أنا بالنسبة لي سأضغط هنا على تريد ناو، ثم سيفتح معي صفحة بهذا الشكل. فكما تشاهد معي أخي الكريم فهذه الصفحة التي ستعطيك أنت، لكن أخي الكريم ملاحظة صغيرة على أنه الريسك هنا كبير، وهنا راح نتحدث عن التداول، لكن على العموم نحن سنستخدم مبلغ نتمنى أن يكون يعني فقط نصل إلى الفكرة التي نريدها، وهي أننا نقوم بإتمام المهمة بالشكل الصحيح. فبالنسبة لي أنا سأذهب إلى هنا إلى سيل شوت، ثم بعد ذلك سأختار هنا في هذا المكان. يجب علي أن أقوم باختيار، يعني لن نختار يعني 20 اكس 20 لان الريسك يعني سيكون عالي جدا، لكن بالنسبه لي 10 دولار اللي هي سنقوم باستخدامها، فافضل ان تتركها يعني في 11 او 10، لكن افضل 11. تمام، بعد ذلك هنا ستضغط على كونفيرم، ثم بعد ذلك سيعطيك هنا ان تقوم بكتابه المبلغ الذي انت تريده. فبالنسبه لي انا على حسب رصيدي اللي هو 118 يو اس دي تي ساقوم باختياره بهذا الشكل. اوكي، 118 يو اس دي تي. طبعا هنا ساقوم بعملها وساقوم يعني طبعا يعني عمل 100%، ثم هنا ساقوم بكتابه او ساقوم هنا باختيار يعني ستوب لوس او تيك بروفيت يعني بشكل اوتوماتيكي في حال ما كنت تريد ذلك. طبعا يعني انا سأضغط هنا على سيل شوت، ثم ساشاهد معي على ان العمليه تمت بنجاح، وتشاهد على انه سيتم اقتطاع فقط 10 دولار زائد الرافع الماليه التي استخدمناها واللي هي اكس 11 ستساوي يعني تقريبا 118 دولار كما تشاهد معي. لكن كما اخبرتك يعني على انه سيتم اقتطاع منك فقط 10 دولار، وهذا يعتبر شيء جيد. سأنتظر إلى أن يتم يعني عملية الاقتطاعات الخاصة بالاوروبا بي ام بي. سأختار هنا ابو، سيتم اقتطاع 0.01 تقريبا كما أخبرتكم، تقريبا لا شيء، وستشاهد معي على أن العملية تمت بنجاح. تمام أخي الكريم، فالآن أعطاني على أن البوزيشن تم فتحه بنجاح، فيمكن لي بعد ذلك أن أذهب إلى من؟ إلى سأذهب إلى الخاصية الخاصة بي وهي المهمة الثانية، وأنا أقوم بعمل كونفيرم. ولكن أخي الكريم يجب علي أن أقوم باسترجاع العشرة دولار الخاصة بي التي قمت بإيداعها، يعني فكيف ذلك؟ لأنني بالطبع دخلت واحد البوزيسيون بواحد العشرة دولار، يعني قمت باستخدام 10 دولار واللي اصبحت 118 دولار من خلال استعمالي للرافعة المالية. أخي الكريم قمنا باستخدام 10 دولار
وقمنا بعملها في عملية اللي هي X11، يعني أصبح لدينا رصيد اللي هو 118 دولار. فوصلنا إلى الكمية التي طلبها منا التاسك الثاني، فيمكن لي أن أذهب إلى التاسك الثاني وأقوم بإلغائه، أو أقوم بعمل فيريفي، بحيث أنه ستتم العملية بنجاح. فتشاهد معي الآن على أنه بالفعل يعني أصبحت لدي رصيد هنا اللي هو 118 دولار، وأصلا ليس برصيد بل هو بوزيسيون، يعني يمكن لي أن أضغط فقط على كلوز اول بوزيسيون بحيث انا اضغط هنا وساعطي هنا على كونفيرم، وسيتم الغاء جميع البوزيسيون التي قمت بعملها. لكن انا بالنسبه لي اوكي ساقوم بذلك بحيث انه لن يتم اقتطاع مني اي شيء، يعني لو كنت تريد ان تقوم بذلك فقم بذلك، يعني بحيث انك تقوم بعمل فقط كلوز اول بوزيسيون وتضغط هنا على كونفيرم بحيث انك تستاجر اموالك بالشكل الصحيح تمام بهذه الطريقه طبعا. ف يعني بالنسبه لي ساقوم بذلك، يعني سانتظر فقط لثواني بحيث انني اسحب او استاجر المبلغ اللي هو 10 دولار بما انني قد اكملت المهمه بالشكل الصحيح. تمام اخي الكريم، فها هي الان العمليه قد قمنا بها بنجاح، قمنا باستخدام 10 دولار في عمليه تريدينغ وقمنا بسحبها بعد ان قمنا بعمليه فتح البوزيسيون واحده، والان ساذهب فقط الى فيم هنا. كما تشاهد معي الان قمنا بالعمليه الثانيه واكمال المهمه الثانيه بالشكل الصحيح، ساضغط على في تاسك ستاتي. تمام بهذا الشكل قد قمنا بانهاء المهمه الثانيه. فطريقه استرجاع مبلغك هي سهله وبسيطه جدا، فقط ستقوم بالخروج من هذا المكان وستذهب فقط الى محفظتك على الويب تري يعني بهذا الشكل، وستشاهد معي على انه يعطيك هنا 10 دولار التي قمنا باستخدامها، يمكن لك سحبها فقط عن طريق الضغط على ال 10 دولار، وستقوم باستخدام ساند يعني اي ارسال، يعني سيتم ارسالها الى محفظتك في باينانس، يعني المحفظة الأصلية الخاصة بك، يعني ستضغط فقط على ساند هنا بحيث أنك تسترجع المبلغ الخاص بك في محفظتك الرسمية طبعا وليست محفظة الويب 3. هنا سأقوم باختيار باينانس سبوت واليت، وسأقوم باختيار هنا كونفيرم أو كونتينيو عفوا، ثم هنا سيجب علي أن يعطيني يعني خاصية الكونفيرم بحيث أنني أقوم بعمل هنا ماكس، يعني سيتم إرسال هذا المبلغ بالكامل. سأضغط على بريفيو، لو تلاحظت معي على أنه تم اقتطاع فقط يعني 0.1 يعني كرصيد يعني اللي قمنا بإنجاز بهذه المهمة، يعني هذا هو الاقتطاعات يعني اللي كانت. فبالنسبة لي هنا سأضغط على ريفيو ساند، ثم سأضغط على كونفيرم، من المفروض أن يعطيني كونفيرم، بعد ذلك سأقوم باسترجاع المبلغ في حسابي على محفظتي طبعا في باينانس. تمام أخي الكريم، ها نحن قد شرحنا لك كل شيء في هذه الحلقة، نتمنى يكون الفيديو قد نال إعجابك، لا تنسى أن تقوم بالاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس من أجل التوصل دائما بالجديد في قناتنا قناة سمبو، ونلتقي في فيديو جديد والسلام.